الوغد هذه الحبة قل هي ما ولقيت للناس في الحج، وهذه الآية حبت عندنا في سورة البقرة، الرقم ديالها 189، جات في الترتيب ديال الآيات 189. هذا الرقم هو من المضاعفات ديال العدد 7، إذا درنا 7 ضرب 27 تعطينا الخارج ديالها 189. إذا حتى تموقع الآية التي تحدثت عن الحج هناك حضور للرقم 7. لما إذا قمنا باستقراء آيات ونصوص قصص القرآن، كان وجود الرقم 7 حضور عجيب، يعني شيء يثير الدهشة والاستغراب فعلا. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه للتفكر في خلق السماوات 7، فيقول لهم: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ أما سيدنا يوسف عليه السلام فقد فسر رؤيا الملك والقائمة على هذا الرقم، وقد تكرر ذكر هذا الرقم في سياق سورة يوسف مرات عديدة. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تذكر حبة الكرم كذلك رقم 7 في القصص القرآني في عذاب قوم سيدنا هود الذي أرسله الله عز وجل إلى قبيلة عاد، فأرسل عليهم